أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم ترديد الأذان أثناء الوضوء عند المغاسل؟ ترديد إيش؟ متابعة المؤذن يعني؟ يصدر متابعة المؤذن لا بأس، أما يردد الأذان وما هو وقت أذان ما ورد هذا. ما ورد ذكر على الوضوء إلا قول بسم الله في أوله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بعد الفراغ منه، هذا الذكر الذي ورد. نعم.